حيا الله الحبايب، وياكم وسام جيمز، ومثل ما وعدكم دائما وياكم بكل شيء جديد. تحياتي لكل الحبايب منورين الديسكورد ومنورين القناة. طبعا مثل ما تعرفون أحداث جي تي اي لهذا الأسبوع، التخفيضات والمهمات الدبل اكس بي والبنايات العالية تخفيض، كلها راح نتعرف عليها اليوم بهذا المقطع. وهسه احنا حاليا هي موقع تاجر الأسلحة. طبعا موقع تاجر الأسلحة هنا أنا صاير بنص الماب، مثل ما تشوف وين بالضبط بنص الماب، يعني هذا مكانه حتى تعرف هو اليوم وين. وإذا تعرف مكانه باكر فحياك الله بالديسكورد، وراح نعطيك مكانه وين يكون بالضبط. خلينا نشوف الأسلحة شنو عنده. طبعا مثل ما تشوفون هو الستون كان، المسدس الكهربائي. طبعا المكان الوحيد اللي تشتري هذا المسدس راح تقدر تشتريه هنا وبالأجنسي. الرايفل، أوه هذا اللانشر حلو. الشوتجن، الأسلحة الثانية طبعا هاي عندي أنا MK اللي هي مطورها، ما راح تطلع عندك. طبعا مو بس الأسلحة، عندك الملاتوف تقدر تشتريها بس عند تاجر الأسلحة، وباقي الأرمر الأشياء الباقي. خلينا نشوف شنو باقي تخفيضات هذا الأسبوع، نقول Let's go. نجي إلى تخفيض السيارات. 40% تخفيض على سيارة الأسترون، 30% سيارة النوفاك، 30% تخفيض على الـ 8F دريفتر. وطبعا نجي للسيارات اللي انت مسوي مهماتهم بالغازينو، اذا مسوي المهمة راح تاخذ عليهم 30% تخفيض مثل ما تشوف هنا. وعندك هنا سيارة البرافادو كلاسيك عليها تخفيض 30%. نجي الى موقع الطيارات. اول طيارة هي الكوندا عليها تخفيض 30%، طيارة الالفا زت 1 عليها تخفيض 30%، 20% على طيارة البايرو. أما نجي لهذا الأسبوع للبنايات، عندنا الهانجر. طبعا كل هانجر عليه تخفيض 20%، لأن تعرفون التحديث راح يجي الأسبوع الجاي يوم 13 بالشهر، فأنصح كل حبايب أنه يشترون الهانجر ويعدلون على الهانجر كل التعديلات، لأن هنا عليه 20% قبل ما يجي التحديث، وبعدين تخسرون بهذا الشيء. فأنصحك أنك تشتري الهانجر هسه حاليا بهذا التخفيض الحلو اللي هو 20%، مو هواي. من تشتري الهانجر راح يختلف سعر الهانجر كاملة، فأنصحكم هذا الأسبوع تشترون الهانجر قبل التحديث. أما نجي للمهمات، مثل ما تعرفون الأدفنسري مود. طبعا الدروب زون عندنا كل الدروب زون عليه الدبل اكس بي ودبل فلوس. ومثل ما تعرفون سان أندرياس هي المدرسة مال الطيران، عليها دبل اكس بي ودبل فلوس. أما نجي للمهمات الدبل اكس بي واللي هي دبل فلوس، أنصح كل الحبايب أن يجون على هذا اليو اللي مثل ما تشوفوه بالماب وين موقعه بالضبط. هذا المكان تجي هنا تبدي المهمات لوحدك أو يا صديقك، طبعا بها دبل اكس بي ودبل فلوس. أما نجي للمهمات اللي تعطينا 3 اكس بي وثلاث فلوس، 3 أضعاف فلوس وثلاث أضعاف اكس بي، في شي خيالي لهذا الأسبوع. تروح ستون ريس، كل هذول المهمات اللي دا تشوفهم عليهم 3 اكس بي وثلاثة فلوس، في شي خيالي ولفل يا باشا. نجي إلى لوكسوري أوتوس. طبعا لهذا الأسبوع هي سيارة سلاجين جي تي، أما الجهة الثانية مثل ما دا تشوف هي سيارة الـ 8F دريفتر. نجي إلى سيارات سيميون لهذا الأسبوع. طبعا مثل ما تشوفون هنا سيارة الجينجو، سيارة النوفاك هنا، وسيارة ديوكس، وسيارة الكاماتشو، وسيارة توريوس، السيارات اللي موجودة عند سيميون لهذا الأسبوع. أما نجي للـ S، سيارة جي تي تي. طبعا السيارة كلش بسيطة، تضغط التشبات تروح على أسكار ميت تشالنج برايس. طبعا لازم تكون توب 3 لمجرد 4 أيام، تقدر تسوي أنت وأصدقائك وتربح بالسيارة جدا بسيطة. واللي ما عنده أصدقاء يلعب وياهم حيا الله بالديسكورد، وإحنا ننطي السيارة من عيوني مهكرة وكاملة. فأتمنى من الله حبايبي أنه عجبكم هذا المقطع ويكون كافي ووافي لكم. تحياتي لكل حبايب، واشوفكم دائما بالمقاطع الحلوة. لا تنسونا بلايكاتكم ودعمكم. اي واحد محتاج مساعدة حيا الله بالديسكورد، ما راح نقصر وياه. تحياتي للحبايب، peace for love.